عضو شرف نادي النصر الأمير ممدوح بن عبد الرحمن. ممدوح بن عبد الرحمن مثل ما أنتم عارفين تم الاستدعاء لأمارة منطقة الرياض أمس وبوجود لاعبي الهلال سالم الدوسري ونواف العابد. نادي الهلال أصدر بيان بناء على المحضر أنه يشكرون أو يقدمون الشكر لأمير منطقة الرياض والأمير ممدوح، وحتى أنه طلع في بيان نادي الهلال أنه قبول لاعبي الهلال نواف العابد وسالم الدوسري اعتذار الأمير ممدوح بن عبد الرحمن. طلع الأمير ممدوح بن عبد الرحمن أمس في برنامج الحدث الرياضي في القناة الرياضية السعودية وقال أنا ما اعتذرت ومجرد إعجابي باللاعبين، ولا أقول يعني بالعكس أني معجب، وكان بس في اختلافات وفي من هذا الكلام. يعني أنا بسأل يعني هل أنت رحت للأمارة أو الاستدعاء؟ هل أنت رحت يعني تصور معهم؟ أنت معجب يعني؟ طب وين التصوير؟ وين الصور؟ وش اللي صار بالضبط؟ يعني عموما أنا وعدت أمس أني ما أتكلم في الموضوع عشان لأنه في ناس قالوا لي تامر أنت قلت ما خلاص بتقفل الموضوع، ليش ترجع تفتح مرة ثانية؟ أفتح مرة ثانية لأن الأمير ممدوح بن عبد الرحمن يحاول أنه يطلع بطريقة مغايرة ومخالفة وأنه بطل وأنه ما اعتذر. يا سمو الأمير ترى مو بعيب الاعتذار، ومثل ما قلتها أمس أقولها اليوم يا أخي، الاعتذار من شيء من الكبار، يعني مو بعيب. ليش أنت مستكبرها أنك معتذر؟ شيء طبيعي جدا إذا أنت أخطأت تعتذر يعني، وأنت يعني حتى العقوبة اللي صدرت بحقك من لجنة الانضباط فما فيها أي مشكلة ماني شايف. وهذا اللي تعلمناه، وهذا اللي علمنا يا أبو متعب وكل المسؤولين في كل القطاعات، يا أخي مو بعيب يا أخي. أنت إذا قدمت عمل جيد للدولة سواء في الرياضة أو في أي قطاع آخر الكل بيثني عليك، وإذا عملت مثلا أو أسأت لأي شخص تطلع تعتذر. وهذا اللي تعلم بصراحة يعني من وجود أبو متعب الملك عبد الله، ما حسسنا في فرق بين أي مواطن وبين أي أمير، هذا كله موجود. بالعكس قاعدين نشوف الأمور كلها طبيعية. أنت أخطأ تم اتخاذ عقوبة بحقك من لجنة الانضباط، ومشكور أيضا أمير منطقة الرياض على ما حصل من تقريب وجهات نظر، وأن الطلب منك الاعتذار. لكن تطلع بعدين تقول أنك تطلع يعني بشكل مختلف، وفوق هذا كله تطلع تقول بعض الكلمات عن اللاعبين. يا جماعة ترى المرحلة هذه تعديناها من زمان، وش اللي عبد وما عبد؟ يعني أنا لو جاء واحد قال لي إياها ترى الأمير ممدوح قال، صدقوني على الرغم من الاختلافات الكبيرة بيني وبين الأمير ممدوح فيما حصل في موضوع نواف العابد وسالم الدوسري، لكن لا يمكن أني أتخيل أنه الأمير ممدوح أنه يطلع يقول على اللاعب عبد، ويطلع لو طلعت مرة أقول طلعت بالغلط، تطلع مرتين ويطلع يستشهد بالأحاديث يعني تناقض كبير. نسمع هذا المقطع على ما جاء على لسان الأمير ممدوح عشان لا أحد يقولون لي، لأنه في كثير من الناس يا ثامر ترى ليش الميول؟ ليش أنت قاعد تتكلم على الأمير ممدوح بحكم الميول؟ يا أخي ما لها دخل الميول، الرجل يعني وصلت المرحلة أنا طالع يقول على اللاعب عبد وتقولون لي ليش أي ميول؟ أي ميول يا جماعة الخير؟ خلينا نسمع هذا المقطع ونرجع مرة ثانية. وهذا شيء مضحك لدرجة أن طالب بعضهم أن أعلن توبتي واستغفر الله عن فعل محرم، ولم يبق لهؤلاء الاتهامي بالكفر والخروج عن الملة والعياذ بالله. عزيزي كلما حدث أنه تم لقاء باللاعبين الأخ الكابتن سالم الدوسري ونواف العابد اللي أنا أكل لهم كل احترام وتقدير وحب، أنا لم أقل كفرا ولم أدعي شيء، والأخوان الكابتن سالم الدوسري ونواف العابد أعيد وأكرر هم مواهب أنا شخصيا معجب فيهم، وأبديت لهم هالكلام هذا بحضور الأخ فهد المفرج والأخ نائب رئيس النادي. كل هالدنيا تناقض، واللي ما يقدر يناقض اقتناعته بسياسته ويله ويل ويله ذوق. كل هالدنيا تناقض، واللي ما يقدر يناقض اقتناعته بسياسته